السلام عليكم ورحمة الله. فخامة الشعب الجزائري، متى الأحوال؟ الفيديو هذه ديرها باش نحكي شوية على العصابات، نحكي على الجيش، نحكي على أمير ديزاد زيطوط، هشام عبود، على الحراك. قبل ما نبدأ، هاو شفتوا هذه لاباج تاع جوجل؟ راح نطابي كلمة برك، راح نكتب توفيق. نكتب كلمة توفيق. نكتب توفيق، ندير أونتري، نروح ندير إيماج. شوف، غير درت توفيق خرج لي التوفيق مدين. شوف، معروف. شوفوا فيه معروف، جوجل يعرفوا بلي يسكروا. ندير إيماج. شوف، خرج كاع ليكيب تاعو. مع طرطاق سعيد. في الجهة هذه خرج قايد صالح مع التوفيق. بصح واش راه مكتوب لتحت؟ مكتوب له جنرال توفيق بوسي فير لا سورتي. معناتها شكون اللي خرجو؟ هو قايد صالح. نطلع شوية تصاور. عندك رب راب. شوف جوجل لو يعطيك لا فيريتي. توفيق مع رب راب مع بوتفليقة. معناتها كان علاقة بين التوفيق ورب راب. وعندكم هذي، هي قايد صالح يقول له بلع فمك التوفيق. هاك تشوفوا فيها. جوجل قالوا قالوا بلع فمك انت بالشاوية، انت بالله فمك. المهم، هذه نحكو على التوفيق وعلى لا مافيا وعلى القرلوات هذه. نرجع للحراك. الشعب تاعنا هاو خرج، كي خرجوا المرة الأولى كل خرجوا على التغيير، لأن يعني الشعب كره مسكين، كره من الحقرة، كره من الاختلاسات، من السرقة، ما على بالهمش الدولة وين راهي رايحة، والمصير تاعهم، مستقبل تاع أولادهم. عندهم الحق بيان سور يخرجوا، لأن الجزائر كانت راها في هاوية، اختلاسات، السرقة. أما ما نحكي لكمش على بالكم كلش، ما نطولوش في الموضوع. بصح ما بقاتش هكذا، بدا تتغير هذا الحراك، بدا يتقولب. علاه يتقولب؟ باسكو فيه عباد استغلوا الفرصة، استغلوا الفرصة تاع الشعب هذا، النية الطيب هذا. هذا الشعب هذا استغلوه باش يبرزوا هما، ويبرزوا الأفكار تاعهم، ويبرزوا الأهداف تاعهم، باش يحققوا الأهداف تاعهم باستعمال هذا الشعب. مثلا شوفوا الحراك فيه ولا مع الاول الحراك كان غير بالدرابو تاع الوطني، مع الشعب خارج. بعد الحراك تبدل، امازيغان، درابوات اخرين، درابو الوطني وقليل، ويدعموا فيهم، ويسافروا في كل وطن بالدرابو تاعهم باش يبينوا باللي الدرابو راه موجود في كل ولايات الوطن. هذه البداية كمقدمة نحكو فيها برك عن الحراك كيفاه تشكل في الشعب هذا. الحراك في الشعب، فخامة الشعب الجزائري، معظمهم خرجوا على التغيير. بعد الجيش بدا يغير، الجيش تحرر، لا فيريتي الواقع، الجيش تحرر، قايد صالح تحرر، والأمور تحررت. علاه كي نقولوا كلمة تحرر واش معناتها؟ معناتها الجزائر كانت عندها، كانت كيما نقولوا حنايا مستعمرة داخليا. منين مستعمرة؟ من عملاء فرنسا، كبرانات فرنسا، عملاء فرنسا، والدولة العميقة تاع التوفيق.
هذو كاع راه مع بعض. وهي خاصة فرنسا الدعم في توفيق بزاف، ولأنه هو العميل الأخير اللي بقى لها في السبحة. وتوفيق يدير في كل الحلول باش يخلي الجزائر تابعة لفرنسا. مدة 25 عام هو يطحن في الشعب الجزائري، مدة 25 عام هو يفقر في الجزائر، مدة 25 عام هو يقلل في المستوى الثقافي تاع الجزائر، المستوى العلمي. على بالكم بكري في الثمانينات ملي كنا احنا في الجزائر كانت الجامعة الجزائرية من أحسن جامعات في العالم، كانت الجزائر راح تطير دير قفزة عالمية. كي شافوها ولاو دخل توفيق نشفى لها في التسعينات، بدا يدخل في الجماعة تاع الدياراس في الجامعات، بدات هكذا بدا يدخل الخماج في الأحياء الجامعية تاع البنات، يولا يبيعوا لا دروب في الأحياء الجامعية تاع البنات، ولا النيفو نحط في الجامعات الجزائرية بسبب هذا العبد، لأنه خايفة فرنسا للجزائر تتطور ودير قفزة كبيرة، خطوة كبيرة وتروح تتقدم وتهرب عليها. لأنها الجزائر بكل اختصار هي كيما نقولوا حنايا لقمة العيش تاع فرنسا. دوك فرنسا كنت راح للجزائر شي يصير لها؟ عندها دوك عندها لي جيلي جون، اسمحوا لي ساعه نهضر بالكلمات الفرنسيه، عندها لي جيلي جون. كنت راح للجزائر تولي عندها لي جيلي جون فير نوار فيولي اورانج مارون اكسيتيرا، معناتها فرنسا تتهلك. والتوفيق هذا كان يخدم قلب ورب على جالها، مش غير هو قرطاق ربراب بزاف. وفرنسا دركي كي يروحوا لها ماتوا لها الجنرالات هذوك تا واحد بقى لهم خالد نزار ولا يهترف ولا هكذا، قلت لك انا لازم الجزائر ما تروح ليش، داير خالد نزار طيشاتو ما تروح ليش الجزائر، قلت لك واش نستعمل، نستعمل واحد الاقليه، الاقليه هذه هي هذه المزيغن القبائل اللي حوسوا يديروا دولة ويحوسوا مباكري ويخرجوا يديروا دولة مانيش عارف علاه، حوسوا يخرجوا مباكري ويديروا دولة وهكذا وهكذا. قالت لك فرنسا انا نستعمل هاد العباد الاقليات هذه، مش كل قبائلة غير هذوك اللي معقدين متعصبين عندهم واحد العقدة من الصغر جايتهم. انا شاوي كانت عندي العقده هذه تاع بكري ما كنت صغير، احنا شاويه امازيغ امازيغ احنا شاويه امازيغ، بديت نكبر كذا فقت روحي سيرتو كي جيت هنا للخارج هنايا فقت روحي قد قد شفت كي شفت كندا كيفاه الناس هنايا لهذا المتحضرين كيفاه يخمو، انا ما عندهمش هذه تاع انا هكذا انا هكذا والو. هنا اللي يخدم واللي يجيب النتيجه هو صاحبك، هو اللي يخدم الوطن. والله تعود معه في منين كحل شينوي عربي بيزنطي معه في منين جاي راك، والله غير مهم تخدم وتكون نظيف وتشارك في تطور البلاد، انت هو من وليد البلاد. ياكم شفتوا في كندا او كان واحد هندي سيخ تاع السيخ هذوك اللي يديروا الشاشيات في راسهم، هاو راح يقدم روحو للانتخابات الرئاسية الاخر سمار باش يولي وزير الاول في كندا. نعم تاع السيخ كاينين في الحكم في كندا بالسيخ، سيخ سبحان الله. شو حوسوا عليها في انترنت تلقاوها. هادو الناس اللي فاقت، الناس هادو ما ولاوش يرجعوا يقول لك وشكون هما اللي كانوا عايشين الاصل تاعهم هنا، هما وليدات البلاد هما اللي يقعدوا هما اللي لازم الدوله تتبعهم. ها البلاد درك الارض كاينه، اللي يجي مهما يكون يخدم واللي هو ويخدم ويساهم في بناء هذاك المكان، هذاك هو ولد البلاد، هذاك هو البلاد. هذه هي دركي التفسير الجديد تاع المواطن. بكر المواطن شكون هو؟ يقول لك المواطن هو المواطن الاصلي، هو اللي زاد زعما وجدودو جاو فما وهكذا والحضاره نتاعو روح روح روح. لقاو بلي هذه خرطي، لقاو فيها تعصب وعقد وفيها امراض نفسيه وامراض التعصب والعنصريه وهكذا، نحاوها القورة هذه. راحوا قال لك الوطن هاي وراه الارض، لي الارض اللي من يخدموا يخدموها كما قال بكري بومدين الله يرحمه.
لا جات الارض هاي الارض خدموا فيها يا سيدي، طوروا البلاد، طوروا هذه تولي وطن، ولات هكذا الاصل تاع الوطن. ما يقولش انا اصلي هنا، يقول لك انا نخدم وراني نساهم، هذا هو الوطن تاعي. خلونا هذه ياكم فهمتوها. حنا الحراك هذا قولبوه قلبوه، وذاك الحراك تاعنا ولاو فيها اهداف. وهذه هذو الناس خارجين بالدرابو، وترى فيها الدراهم كحله اللي دعموا فيهم. منين الدراهم جات؟ هذه الدراهم جات من جماعه اللي سرقوا الجزائر، القريلوات هذو، ويحيى حداد ربراب توفيق طرطاق، هذو كاع سرقوا الجزائر باش يدعموا هالفئه هذه، باش علاه يدعموها على وجه فرنسا باش يديروا اقليه، وهذو يولوا تابعين فرنسا، وفرنسا تضمن الصحراء، تضمن البترول لان سوناطراك حاكمينها القبائل، وتضمن اللغه الفرنسيه لان القبائل يموتوا معقدين باللغه الفرنسيه، مام اللغه الفرنسيه راح تموت، مام لي فرونسي في حد ذاتهم يتعلموا في الانجليزيه، واللغه الحيه هي الانجليزيه، مام العرب الامارات السعوديه وما يهضرش بالعربيه ويتعلموا في اللونجلي لانهم فاقوا، لان اللونجلي هي لغه المستقبل، اللغه الحيه، هذا واقع. روح انتوما الدين منين خرج؟ الدين الاسلامي خرج من مكه، يروح فما تلقاهم يتعلموا في اللونجلي وراهم يخدموا باللونجلي، غير العربيه يستعملوها في الدين، هذا واقع. حنا في الجزائر لا، العربيه عربيه عربيه عربيه، اي عربيه نديروها في الدين، ولكن نديروا نمشوا مع المجتمع، نمشوا مع الكوكب ورانا عايشين فيه. كون جينا عايشين في مارس ويستعملوا اللغه الشينويه وناجحين فيها، روحوا فما، روحوا لمارس. هذه فيما يخص الحراك. كاين الحراك هنايا كيما هذونا مخرجين على جال القبائليه وامازيغيه، وراح هنايا اللي خرجوا خرجوا على التغيير. كان واحد مسكين خرج على الشوماج، واحد خرج موش خدام، واحد خرج في الخلاص تاع بويو ما كانش، واحد خرج الجزائر وراها رايحه متحير عليها اكسيتيرا، واحد خارجين على التغيير باش ينحو هادو كاع، ينحوهم كاع، نرجعو كلمتي ينحوهم كاع. واش معناتها ينحوهم كاع؟ معناتها ينحو كاع الاطارات الدولة، وينحو كاع معظم قياد الجيش وهكذا. من بعد واش يبقى؟ ما يبقى والو، خاطرش كي اللي راه ورا كلمة يتنحو كاع هما هادو افافاس ولارسيدي، موجدين رواحهم، موجدين الحكومة، منهم الماك، قالك يتنحو كاع ما تبقاش دولة، حنايا ديريكتمون نكونو واجدين، هاي وراها الحكومة واجدة، هاي مساعدتهم فيها عسول وغديري وروح وجماعة، هاي الحكومة واجدة، هادي واش معناتها تنحو كاع؟ مي في الحقيقة باش يتنحو كاع، أنا في رأيي ما كانش منها. ما كانش منها، لأنه هذا تنحاو كاع في الجزائر هو مرض غرسو هذا العبد. خلينا من هذو، داروا هذا العبد، نرجعوا له هذا التوفيق، هذا نعاودوا نطابيو توفيق. ها نديرو ها ميم اجون دو سيكوريتي فرونسي هاو يهضر على التوفيق، هاو نرجع لتوفيق. المرض اللي دارو في الجزائر وشكون هو؟ هذا توفيق، هذا نديرو بصبعي، هذا اللي دار خلية كبيرة مدة 25 عام. عباك واش دار؟ دار عش كبير، العشش، ودار عشش معاه هو وبوتفليقة وجماعة هكذا، هذي كل على جل باش يرضوا فرنسا، باش يحافظوا الجزائر لفرنسا. واش داروا؟ داروا مجموعات، داروا دي كلون، داروا دي هكذا. كي كانت الجزائر حكمها الجيش تاعنا، وكان في الجيش تابعين لفرنسا، ما كانش اختلاسات بزاف، غير هما اللي فيهم هما اللي اختلسوا، ولكن كانت الدولة تسير، كان الشعب يقدر ما يختلسش، ما عندناش رجال اعمال تختلس. بصح كي بداو يموتوا هذو الجنرالات هذو، بداو يخلفوهم جنرالات نضاف، وبدا الجيش نتاعنا حكموا قاسي القايد نضيف، وخافوا منه هما، هما داروا لو كومبلو يا اخي. واش داروا؟ واش داروا؟ ولات كي بدا يمرض الرئيس بوتفليقه في 2013، ما على بالو بوالو، مريض، ولاو يستعملوا في الساعد خوه، ولات الاختلاسات، ولات السرقه، ولات الشعب ثاني مسكين، ولات الدراهم،
يفرقوا في الدراهم للشعب، ولا الشعب مسكين حير من جات الدراهم قالك الجزائر طورت خلاص، ولا لي فامي الجيريان الشعب الجزائري كي رحت نهبط نزور انا بكري بكري كانوا يطيبوا مساكن، كان يشري البصله البطاطا يحافظ على الدراهم يروح المرشي يخير هكذا رخيصه وهكذا يرجع ويطيب ويدير غداه وعشاء الشعب الجزائري. انا كي رحت لقيتهم اخوتي يديروا كاسكروطات غدا يشرو كاسكروطات، العشية يشرو كاسكروطات من برا، شي هذا بيتزا بستين ألف، بيتزا سبعين ألف، شي هذا ويروحو ياكلوها، والشعب خارج ياكل ويديبونسي. حنا هنا في الخارج في كندا، مام الكنديين هنايا في السمانة يطيبو ماكلة ويكونجليوها يخبوها ويبداو ياكلو فيها في السمانة باش يحتفظو على أرواحهم ويحافظو على دراهمهم. هما واش يديروا هنا القباقب هنا لي كيبيكوا، يطيبوا سباغيتي مكاروني هذه يطيبوا بزاف، يقولوا باتش هما معناتها كميه كبيره، يديروا كميه هكذا ويكونجليوها ويبداو يقسموا فيها في دي في ساشيات ويحطوها في الكونجيلاتور، وكيجي اليوم يجبد وياكل بصح الويكاند كي تلحق للسبت يروح ياكل في الريستوران، يحافظوا على ارواحهم يحافظوا على الدراهم. انا كي جيت هبطت الجزائر طياب ما كانش، الناس قاعد تشري في الكاسكروطات، عشاو لي يخدموا في الشوال برا كثروا، ريستوروات كثروا لي يطلعوا في الدراهم، والشعب ولا يديبونسي في دراهمو، اجبد ما على بالوش منين جا الدراهم مهم كاين الخير مبزع، اجبد برك وروح الدولة يطورت، هي لا طورت لا والو، هي 1000 مليار هذيك جبدوها باش يسكتوا الشعب ويدخلوه في الاختلاسات، ويعلموه يتوشي الدراهم. يعلموه يسرق ونجحوا، الشعب قاع دخل في الاختلاسات يكذب عليك، قليل قليل من مؤسسة صغيرة لمؤسسة كبيرة، من مدرسة ابتدائية حتى المدرسة، مؤسسة أقوى مؤسسة في الجزائر دخلت اختلاسات، راحت الجزائر تروح في دوامة كبيرة، سوناطراك فيها اختلاسات، سوناطراك كانوا يسرقوا فيها ويدعموا هذا تاع الماك والقبائل ويدعموا في هذه، لأنها سوناطراك حاكمينها القبائل وحاكمين كاع المؤسسات هذه، والجيش كان راح يولوا يحكموا القبائل. هذا العبد هذاك تشوفوا فيه كان ينحي في جنرالات الشاويه خاطرش يشكلوا خطر عليه، الشاوي كي يشوفوا يطلع يولي كورونا ليطنو كورونا اللي خرجوا مام فيهم لقيت صالح خرجوا هيروزمو جابوا تفليقه رجعوا للجيش. هذا العبد راح يطيح يطلع حسن جنرال حسن باكش ما هو اسمه ايتو عرب، كل ايتو عرب نجح وحكم سكيوريتي ميليتير في الجزائر وروح ما مطرطاق وهكذا خلاص نهايه، تولي الجيش غير قبائل، تولي هكذا تولي لا كلاس، تولي دوله قبائليه تبع فرنسا وروح تولي هكذا الجزائر على هدف، لانه التوفيق هذا اصله قبائلي، هذا العبد هذا اللي يكره الجزائر اللي حطم الجزائر لفقر الجزائر لرد الجزائر غبيه اللي حاول يرد المستوى الجامعي غبي مستوى ضعيف. انا رجعنا العبد هذا نرجعوا درك الجماعه انت وانا هذونا ديزاد امير ديزاد وهشام عبود وزيطوط نكتبوهم وينهم هاموليك هاو زيطوط هاو هشام عبود هاو راجل هاوليك امير ديز هادو راه هادو كيبداو مع الاول، حنا كنت نتبع فيهم نسمع فيهم وعجبوني، كانوا يهضروا في العرق يسبوا في المختلسين والسراقه وهكذا وكسيتيرا، مي هذونا من بعد في الوقت هذونا بداو ثاني هما هادو راهم يستغلوا في الحراك. علاش يستغلوا في الحراك؟ يستغلوا في الحراك لانهم محتاجين دراهم، اللي قالوا لقاو خبزه بزنس معناتها تجاره، الحراك ولا لهم تجاره درك، على تجاره منهم المغاربيه هذو. اول سؤال نسالوه الناس هذونا يقول لك مكسمين لابسين بيا ساعات الله يبارك ضاربين واحد السوايع الله يبارك، منين يجوهم الدراهم؟ حتى الخارج هذا ما يرحمش، باش كاين الناس ما على بالهمش بالخارج، الجزائريين كان بكري كي يخرج للخارج يقول لك خلاص روح للجنه ويعطوني كلش. درك كاين جزائري مازالو يحلمو، خاطرش كلمني واحد يحسب بلي كون يجي لكندا يقومو به هو ولا فامي تاعو يعطولو دار ويعطولو هكذا، ما كاينش من هذه ما
ما كاينش منها الخرج والله ما يقوم بيك وما تخدمش ذراعك والله ما تدي. وهنا كي تجي تخدم خدمة الزوفير مع الاول ما يخدموكش انت وزهرك، تخدم الزوفير تخدم تعمر الكراطن تعمر هذه تعمر هذه باش تجيب دراهمك تخلص الكرة تاعك وتخلص الماكلة تاعك باش تعيش، كون ما ديرش هكذا تعيش لبرا الطايش، ما يقوموش بك هذو البلاد. هذا شكون راه يدعم فيهم درك؟ هذا السؤال كما يقول لك انا سالتهم هذا السؤال ما حبوش يجاوبوني، شغل حلال علينا وحرام عليكم هذا السؤال، معناتها حنايا ما تسالوناش ومهم تبعني واسمعني واسكت. شكون راه يدعم في المغاربيه؟ شكون راه يدعم في هشام عبود؟ شكون راه يدعم في امير ديزاد؟ شكون جاي الزيتون؟ شكون راه منين يجوكم درام؟ كيف راكم تعيشوا؟ كيف راكم تخدموا؟ جواب على هذا السؤال كيف هذو استعملوا الحراك. انا واش لاحظت؟ انا ملاحظة، انا مش نتام، راني ملاحظ واش راني نشوف ونهضر في الحقيقه نهضر في الواقع. واش لاحظت؟ لاحظت باللي اشاك فوا هشام عبود يجبد موضوع، هذيك النهار جبد على حمادي، جبد على ربراب، جبد على خربوش، هذو يدافع عليهم. بعد جبد على التوفيق ثاني يدافع عليه، بكري كان يكره التوفيق يسف التوفيق يقول باللي التوفيق وهكذا. علاه؟ لانهم العائلات توحدون الناس راهم يعطولوا في الدراهم باش يصحح الوجهه الاخر سما ربي، النظره تاع الناس هذه تكون النظره تاع ناس ملاح، هذو راهم ناس ملاح يخدموا البلاد، غير لقيت صالح والجيش راه دخلهم الجيش وظلمهم. هذه هي الحكايه. علاه؟ لانه ودي الدراهم، لأنه ممكن في كل قضية يدي 80 ألف أورو ولا 100 ألف أورو ولا 20 ألف أورو والله ما على بالي، المهم يدو دراهم. ماما أمير ديزاني يدو دراهم زيتوت، هذو كاع اللي راه تشوفوا فيهم متحمسين ويدافعوا على عائلات ويدافعوا على ناس، عارفوا بلي راهم مدعمين بالدراهم، ولا اللي يدافعوا على الأمازيغية هذه اللي حوسوا يقولوا هاي راهم عندهم الدراهم يدعموا فيهم. كيما هذه تاع خربوش، اشاك فوا خربوش يسمعوه يدعموا فيه. كيف انت يا انت اسمه هذا هشام عبود راح يدافع عليك على خربوش وني عارفه؟ شوفوا لا دعموه. هذيك النهار يحكي على توفيق يقول لك توفيق هو كبير ومريض وطاح ولومو بلاط تاعو ظهره تكسر وهكذا، وكيفاه تكسر وراحوا الدواء وهكذا، وشوفوا وعلى باله هو كان في الجيش وعلى باله بهذاك العبد هو اللي حطم الجزائر، هو اللي ساهم بساهم باش يحطم الجزائر. نرجع للجيش تاعنا، هذا يقولوا له ضري يقولوا الجيش مش مليح، ونرجع كلمه يتنحاو كاع. انا نقول له ما يتنحاوش كاع، ما كاينش من هذه يتنحاو كاع. نرجع لكلمه درت لكم واحد الرسمه هنايا هاي، رسمة تاع قرلوات. أنا مانيش نسم دوك نفهمكم اش معناها، هذا ندير فيها خالد نزار كنت معاهم ندير فيها التوفيق وجماعة القرلوات. باش نرجع نصحح كلمة يتنحاو كاع نفهمها الشعب الجزائري، لأنه حنا نرجعو الكلام تاعي يكون متركز على الحراك، يعني الشعب هذا الشعب تاعنا، الشعب تاعنا يحوس على التغيير من بعد منه هذا الحراك خرج، ولات الامور فيها امازيغيه، ولات الامور فيها هكذا هكذا. باش يتنحاو كاع واش معناتها؟ انا الحل تاعي واش هي؟ هو الاباده. نعطيكم مثال، انت دار كيعود فيها قرلوات كل ما تخرج تقتل 10 يخرجوا لك 20، تقتل 20 يخرجوا لك 100، يبقاو القرلوات. باش كيف تنحيهم كاع؟ ما كانش منها القرلوات باش تنحيهم كاع، ما كانش منها الحل فيهم. واش دير؟ لازم تحكم منهم قرلوات، دير السم ياكلو بصح ما يموتوش، كي يرجعوا للعش تاعهم يموتوا فما، كي يموتوا فما جماعتهم ياكلوهم، كي يبداو ياكلو فيهم جماعتهم فما يموتوا. فانا نحيتهم كاع. هذا واش راه يدير الجيش الوطني الشعبي تاعنا؟ سي لقيت صالح نديرو تصويره تاع الجيش، نعاود تصويره تاع الكلب هذا تاع التوفيق جاي ديريكت ونشوفو الطابو جايد واش يصرا.
تقول واش يدير لنا. ها غير بالنوار، ها ها درنا قيد صالح تصويره فيها النوار ما كانش كاع مع العباد هذوك، ها غير وحده، ها والله غير طابيت جوجل برك، ها ها قيد صالح. معناتها جوجل يقولكم بلي قيد صالح انسان مليح، انسان هو ينظف القريلوات هذو، هو لا راه ينظف المؤسسة العسكرية نحى منها الكورونالات هذو والجنيرالات هذو، المرتع التوفيق اللي غرسوا في الجيش أو ينحي فيهم يصفي فيهم، لأنه قايد صالح كانوا معولين يصفوه. قايد صالح كما تبعهم بكري ويدير في رأيهم ويمشي معهم، والله ما يقعد فما وما يكونش عندنا جنرال كما هذا فما. كرة الجزائر الظرك للظرك مازالت متأخرة، مازال الحراك كرة مخرجوا إشارات وقتلوا الشعب، الحمد لله كي طحنا راجل كيما هذا. الجيش الوطني الشعبي فيهم قايد صالح، مش غير هو مع جهاز الامن نتاعنا مع جهاز الامن نتاعنا. والقايد صالح هو ينظف القريلوات هذو، هو يدلهم في السماء، هو ينظف الجيش القرو، كاين قريلوات في الجيش هو ينظف فيهم، وكاين قريلوات على مستوى المدني هو ينظف فيهم. انا نقول الشعب، انا نقول الشعب نظفوا البلاد، العوض بهذو العباد هذونا. انا جامي سمعت هذا هشام عبود ولا زيطوط ولا امير ديزاد يكلموا في الشعب وكان عندهم صوت وكانوا الاف الاف من الناس هم يسمعوا فيهم، جامي سمعتهم يقولوا يمدوا نصائح للشعب، يقولوا لهم روحوا هزوا الساشيات هذوك اللي طايشوا لبرا القرع النيلو اللي طايشوا، ما تسبوش في بعضاتكم، ما تكرهوش جزائري يشوف جزائري في الخارج يلصق فيه يعاونه، مشي جزائري يشوف جزائري يهرب منه نحو العقد نحو الحسد نحو الكراهية في بعضاتنا. جامي يهدروا على الحوايج هذونا، يهدروا غير على الحوايج اللي دخلوا لهم الدرام الكبيرة، يهدروا على الحوايج تاع الكرة باش يزيدوا يكرهوا الشعب ويزيد الفوضى وروح، المهم هما باش يدخلوا درام ويبان للآخر. جامي يهدروا على كيف يساهموا في البلاد. كان واحد جاني يهدر، كان واحد جاني يدير لي فيديو يهضر على القرعة تاع النيل والبلاستيك، هذاك نستعرب به، هذاك هو صاحبي انا، يهضر على الشباب باش ينظفوا هكذا وهكذا حملة النظافة. اما هذونا لا لا، يهضروا برك ويشعلوا في النار، على بالهم بلي المؤسسة العسكرية بدات تنظف وهي تنظف مازالوا يشعلوا في النار. علاه؟ لانهم كاين ناس يدعموا فيهم، وهذو الناس راهم درك يعني يدافعوا عن الناس اللي خرجهم القايد صالح، هذو المختلسين سراقه الكلاب هذو توفيق وهذونا اللي فامي هذون اللي داروا الملاير خرجوهم، هم يدافعوا عليهم باسكو علاهم يخلصوا فيهم. انا نقول الناس هذو العط تنصحوا الشباب هذا كيفاش يتوعى، لان الشعب الجزائري مريض مسكين، صابتنا امراض، صابتنا امراض درتها لنا فرنسا، وامراض مع الوقت هذا وش قاع دخلها فيها فرنسا. على بالكم الاحداث هذه اللي صارت في التسعينات الثمانينات، الثمانينات كانت مليحه، في التسعينات وهنا هذه كاع راهي امراض بسيكولوجيه اللي صارت الشعب ونفسيه، الناس ما يحسوش بها بصح راهم فيها الامراض المساكن. بيان سور انا منهم، حنا لازم نعوض هذا هشام عبود ولا المغاربيه ولا هذو الناس اللي عندهم كيما نقولوا حنايا جابدين الشعب الجزائري، يساهموا ويديروا حصص نفسية، يجيبوا دي بسيكولوج ولا يجيبوا خصائيين في الأمراض النفسية والاجتماعية، يديروا حصص كيفاش يعاونوا الشعب هذا، كيف يداوى، كيف يقوم بروحه، كيف يبني الدولة تاعو. لأن الدولة ما تتغيرش غير من الفوق، لازم تتغير من تحت، من جهة الشعب من فوق. هاو الجيش يغير وراكم نتوما الحراك يخرج باش يغير، هما راهم يهضروا، لكن ثاني تغير من تحت في جهة الشعب، لأن الشعب ثاني فيه اختلس من مؤسسة، من مدرسة كيما قلت مع الأول، من أصغر مؤسسة مدرسة ابتدائية لأكبر مؤسسة كسروا اختلاسات في الجزائر. لازم هنا تضل حملة، لازم نديرو سيفيزم، لازم هذو العباد نورمال ما يعاونوا الشعب، كيف يديروا سيفيزم يبلغوا على اللي اختلس، يبلغ كيما الأخت هذيك تاع المطار هواري بوميديا، شفتها هكذا ما عجبهاش بلغت درت فيديو نستعرب بها عاونتها انا،
درت فيديو معاها وداروا لها جماعه ودركي الصوت تاعها وصل. انا كل الناس قاعد دير كيفها مليح باش نظفوا البلاد من تحت ونزيدوا نظفوها من الفوق باش نبنوا الجزائر من جديد، لان الجزائر لا تصلح الجزائر الا بعد صلاح شعبها. لازم الشعب تاعها يصلح، ما تشوفوش غير الفوق، لازم الشعب ثاني يغسل روحه كما يقولوا باللونجلي بيفور يوز مي تيك لوك ات يور سيلف، قبل ما تلومني شوف روحك. لازم الشعب ثاني يشوف روحه، يشوف القرعه تاع البلاستيك اللي طايشو نيلو لازم ينظفوه ويهزو. انا نطلب من الجيش يخرج ويحتك مع الشعب، يبداو حمله نظافه كبيره على الجزائر. لازم العقليه تبدل. وانا هذو الناس هذو اللي راهم صحافيين كيما هشام عبود المغاربيه بركاو ما ديرونا في الحقد، لانكم راكم الحقد هذا اللي نتوما ورثتوه وانتوما نتيجه تاع الثمانينات العشريه هذه السوداء جملتوه، راح تعدو الشباب هذا الجديد اللي جاي. كي تعدوه معناتها نزيدو نتوخروا نوض الشباب هذا، تمدوا له النصائح، تمدوا لك في بني الجزائر، تبدلوا له العقليه، يولي الشباب كيما الدول المتقدمه يحافظ على بلاده ويشوف كاع تهزو يشوف هكذا. لا لا، ثم تزيدوا تغرسوا فيه الحقد والبغض ويبقى هكذاك، يبقى هكذاك الشباب مساكن. انا نطلب منكم فوقوا رواحكم وديروا حصص وعاونوا الشعب هذا، ما تستعملوهش كلقمه. هذا الشعب الطيب هذا ما تستعملوش كلقمه وتروحوا فيه، تبعوا الواقع. الواقع اللي راني نشوف فيه انا ماني ندافع على واحد حتى واحد، الواقع اللي نشوف فيه نشوف الجيش راه يغير وراه يدخل في حباز، وجامي صارت في الجزائر هذه انه التوفيق الكلب هذا. شوف هنايا نديروا تصويره اخرى، نديروا حنايا اتم نديروا توفيق، نديروا حاجه نكتبوا حاجه وراي. بس نوقف كي نزيد معها لويزا. حنونة. ويزا حنون. كيما هي اسنى. نزيدو كلمة اخرى. المهم ما لقيتهاش التصويره، ما لقيت غير الويزا حنون ماشي هاي. شفيتو بكري كان توفيق وسعيد وطرطا كانوا يمشوا، واحد يدير يديه في راه يديه واحد يديه في جيبه ماشيين، وكان عندهم التفاؤل باش كيروح للمجلس الاخر المحكمه ولا الحبس على بال ما يجيهم يخرجوا، على بال ما يجيهم ان تليفون من فرنسا تقول قايد صالح خرجهم لأنهم عملاء فرنسا، ولكن ما خرجوش قعدوا فما، كانوا يمشوا متفائلين. الناس كانوا حايرين كيفاه هادو راهم يمشوا متفائلين، لأن في راهم دوك يجي تليفون يخرجهم. المهم حكينا على كلش وفرغت قلبي أنا وحكيت، وأنا وكي نحكي مانيش نهاجم، راني نهضر على واش راني انا ثاني راني مثل الشعب، راني كنت نتبع نسمع لهذا نتبع فيه من بعد نتبع في هذا، ولكن كي نسمع نتبع ناناليزي نحلل. انا نقول الشعب حلل مش غير تصدم وتتبع، حلل على راهم يديروا هكذا العباد هذو، وعلى راهم شكون يدافع وش من دافع راهم يديروا فيه هكذا، علاه اليوم راه مع هذا وغدوه مع هذاك. نعطيكم مثال هشام عبود، كون يجي خالد نزار يعطيه 1000 اورو 100,000 أورو
100,000 أورو يقول له دافع عليا، دافع عليه، يردوا ملاك، يردوا من جن الى ملاك. يا اخي دركي خلنا الزر بين جن عفريت شيطان، كنت تعطيه 100,000 أورو تشوف كيف يولي يهضر عليه، يردوا ملاك، مام امير دي زاد ولا هذوك، لانهم ولات لهم بزنس هذا الحراك، ما يخموش على البلاد. انا نقول لهم خموا على البلاد، خموا على الشعب هذا، يجي نهار تموتوا وتروحوا، عاونوه، ما تخلوهش كلقمة تستعملوا فيه، تستعملوا فيه خبزة والأغراض تاعكم. نمجد الخلود الشهداء الأبرار، والسلام عليكم، تحية الجيش.